يشمل التدريب العملي والامتحانات العملية جزئين رئيسيين هما امتحانات المواقف الباركينج وامتحانات الطريق النهائية رود. يتم إجراء اختبار تجريبي تقديري لكل منهما بعد الانتهاء من التدريب العملي طبعا من قبل مدرسة التدريب على القيادة، وذلك قبل إجراء الامتحان الفعلي لكل منهما من قبل هيئة الطرق والمواصلات. ويتشابه الامتحان التجريبي assessment والامتحان النهائي بشكل كامل، ويتضمن كل جزء أيضا أقساما فرعية كما يلي: أولا امتحانات المواقف الباركينج، وتتضمن الانطلاق بالسيارة، صعود جسري، التوقف المفاجئ، الموقف الموازي، موقف الكراجي، الموقف المائل، الزاوية أنجل. ثانيا امتحانات الطريق النهائية رود، وتتضمن الدوارات، التقاطعات، التجاوز إلى جهة اليمين، التجاوز إلى جهة اليسار، الاندماج في طريق سريع، الخروج من طريق سريع، علامات الطريق والشاخصات الطرقية، السرعات المحددة، وبعض الملاحظات. ستشاهدون فيديوهات عن جميع هذه الأقسام لتكون عونا لكم في اجتياز جميع الامتحانات بسهولة وبوقت قصير.